سرعة في التعاطي مع ملف اتهامات يصفها كثير من الحقوقيين بالملفقة، وبلاغات بالجملة ضد قيادات الإخوان المسلمين وأنصارهم، بل طالت غيرهم ممن يرفضون الانقلاب العسكري للثالث من يوليو الماضي. كلها مؤشرات واقعية توجه اتهامات بالتوظيف للقضاء المصري وللنيابات العامة لتصفية خصوم سياسيين. قادة جماعة الإخوان دلوقتي بيعدوا من قبل قادة الانقلاب هم الخصوم السياسيين، فبيستخدم قادة الانقلاب العسكري الدموي قشرة قانونية في الزج بهم في السجون، ثم إرسال النيابة إليهم للتحقيق معهم، ثم محاكمتهم للتخلص منهم سياسيا. السيل الجارف من الاتهامات الموجهة لقيادات الصف الأول بل وحتى في المحافظات لرموز سياسية رافضة للانقلاب ومن مشارب مختلفة ترافق مع تسارع مباشرة التحقيقات الانتقائية حسب مراقبين. ف13 من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع والبلتاجي والعريان والجزار وغيرهم، فضلا عن الرئيس المعزول محمد مرسي، متهمون بإثارة الفتنة في البلاد والدعوة لقتل متظاهرين والقيام بعمليات إرهابية لترويع المواطنين. وحينما يستخدم مصطلح الإرهاب فالإخوان أنفسهم متهمون بحرق مقرهم العام بالمقطم الذي رفضت الداخلية حمايته، بينما شهدت الكاميرات كيف كان مستباحا وتعرض للاعتداء أمام أعين قوات الأمن. هل هو التلفيق المتعمد في حرب استئصال تشرف عليه المصالح الأمنية؟ هذه شهادة مأمور سابق لسجن العقرب. أنا أقسم لك يمين بالله وأنا قاعد في هذا المكان إن جميع القضايا اللي اتعملت للإخوان المسلمين ملفقة. فعاد حبيب العبد. حتى من كان ضمن صناع مشهد ما بعد الثالث من يوليو لم يسلم من البلاغات. محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت الذي استقال تحت وقع مجزرة رابعة العدوية ومقتل المئات من المعتصمين، وجد نفسه موضع تحقيق أمر به النائب العام المصري، بلغ ضده يتهمه بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي. أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ونشطات في الحركة وجهت لهم أيضا اتهامات بتلقي أموال من الخارج والخيانة، وهو ما اعتبره الناشطون خطة ممنهجة لتشويه صورة ثورة 25 من يناير والثوار. حجم التواطؤ والعمالة عنوان اتهامات أخرى طالت كثيرين، فقد أصدر قاضي التحقيقات قرارا بمنع النائب العام السابق طلعت عبد الله وآخرين من السفر على ذمة التحقيق في واقعة زرع أجهزة تنصت بمكتبه. حتى الرئيس الأمريكي أوباما اتهم بأنه عضو في التنظيم العالمي للإخوان، وشقيقه متهم أيضا بأنه أحد قادة التنظيم. وتوكل كرمان الحائزة على نوبل السلام متهمة بالتخابر والعمالة. وقبلهم بلاغ آخر ضد رئيس الوزراء التركي يطالب بإحالته للمحكمة الجنائية للتحقيق بتهمة التحريض على القتل وإثارة الفتنة في البلاد، اتهامات يرى الرافضون للانقلاب أنها مخجلة للذين صاغوها وفبركوها، بينما بثت عشرات الأفلام والصور للقتلة الحقيقيين وهم يرتكبون المجازر التي وقعت منذ وقوع الانقلاب وحتى الآن.